توكل على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، وما يصيبك إلا ما كتب الله لك، كل شيء مسجل في اللوحة المحفوظ. وفي نفس الوقت مع وجود التوكل أنت مطالب أيضا بالدعاء، مطالب أيضا ببذل الأسباب. إذا كان هو كاتب هذا الشيء وأنه هذا الشيء حيصل لك، فليش أنت تتعب نفسك تدعي؟ ليش أنت تتعب نفسك تسعى؟ كان جلس في البيت وكل شيء حيجيك لأنه كل شيء مقدر ومكتوب، ولا لا؟ حبايبي الطلاب أو اللي في سن المراهقة وما هم دون، يعني بشكل عام كثير عندهم مشكلة في موضوع فهم التوكل. إيش يعني توكل؟ يروح يصدم بالسيارة، وإذا أبوه أمه قالوا له ليش سويت زي كده، قال شيء مقدر ومكتوب لي، أنا إيش أسوي؟ أو يسوي مشكلة ولا قدر الله يخش السجن، قال مقدر لي. أو يرسب يجيب العيد في كم مادة، ولا حتى لو كان مادة قال أنا سويت اللي عليه، ذاكرت والله كاتب لي إن أنا حرسب. في كلام جميل للشيخ النابلسي الله يحفظه بخصوص هذا الموضوع. أريد أن أقول الشباب أحيانا ما نجح بيقول الله مو كاتب لي إنجاح. من قال لك ذلك؟ أنت لم تدرس. لا تعزو خطأك إلى الله، عليك أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لا بد من الأخذ بالأسباب. ظروفك المادية صعبة، أوضاعك الاجتماعية سيئة، عيالك عندهم مشاكل، والله تبى تترك المكان تبى تسافر بس أنت ما معاك، مريض أو عندك أحد مريض وما أنت عارف كيف تعالجه، ما تزوجت نفسك تتزوج عشان ربنا يرزقك بالذرية الصالحة، نفسك تلقى وظيفة هي وظيفة الأحلام وظيفة العمر، مشاكل كثير. كل إنسان في الدنيا نفسه كل الأوضاع اللي حوله تتحسن عشان يعيش حياة كريمة وجميلة، لكن السؤال هنا ماذا بذلت من أسباب حتى تحسن واحد من الأمور الكثير اللي نفسك تحسنها؟ والله يا جماعة شيء غريب أنه الإنسان يكون مستسلم أو شبه مستسلم لظروف صعبة يعيشها وما يشوف الغلط هذا في نفسه، هو يشوف أنه الظروف هي السبب، أو الناس اللي كانوا محيطين فيه هم السبب اللي حطوه في هذا الشيء، أو شيء طالما هو مقدر ومكتوب لي أن أنا أكون زي كذا فأنا راح أكون زي كذا. أبوي وأمي ما درسوني فعشان كذا أنا ما تعلمت، أو ما كانوا ينتبهوا لي. طب أنت لما كبرت إيش سويت عشان تغير الوضع هذا؟ قاعد تدور وظيفة يقول رحت هنا وهنا وهناك. لا، هنا وهنا وهناك معناته مو كل مكان، مدينتك وخارج مدينتك ويمكن خارج دولتك. يا أخي الواحد يفكر في الناس اللي قاعدين يسووا شيء غير نظامي، موضوع الهجرات الغير شرعية وغير نظامية هذه عبر المحيطات والبحار. نزلوا على البحر أو المحيط بمبدأ نحيا أو نموت، فإذا كنا سنحيا لو وصلنا للضفة اللي إحنا حنوصلها حنبدأ حياة جميلة، حياة كريمة على الأقل، أفضل من الحياة البئيسة اللي كانوا عايشينها قبل، وعشان كده ضحوا بحياتهم. الواحد مننا ما توصل تضحياته أن يضحي بعمره، كل ما عليه أنه يقوم يحاول ويساعد نفسه ويلحق ما يمكن أن يستطيع أن يلحقه. طالما الإنسان عايش بصحة وعافية وبيتنفس، إذن لا تقول راحت علي، أنت حاول وسوي وسعة، واللي كاتب ربنا بيصير، بس ابذل الأسباب، وزي ما قال الشيخ النابلسي ابذل الأسباب وكأنها كل شيء، يعني إن لو ما سويت الحاجة هذه ما حوصل. في نفس الوقت توكل على الله وكأنها ليست بشيء، توكل وأخذ بالأسباب. كل اللي مطلوب منك توازن بين الحاجتين هذه، وإيمان وهمة عالية.